على صعيد بقى الترويج للسياحة، ما فيش شك ان الكورونا الدنيا عالميا مش بس عندنا، احنا بنتكلم على الصعيد العالمي كله، واكيد لو ما كانش في هذه الجائحة، لو ما كانتش موجودة، كان هيتم الاستغلال بالصورة الامثل لتواجد يعني مندوبين من العالم كله ودوله المختلفة في هذا المونديال. فالى اي درجة الكورونا اثرت على يعني حجم الترويج للسياحة المصرية من خلال هذه الفعالية؟ هي انا هتكلم من ناحيه فنيه الاول. انه عدم وجود الجمهور هو اثر علينا احنا، ومش هيبان دلوقتي، هيبان في الادوار اللي فوق الاصعب. هنبقى محتاجين جدا، او منتخبنا محتاج جدا دعم الجمهور، يعني الجماهير تبقى معاه ويحسوا قد ايه احنا معاهم وقريبين منهم جوه الملعب. فده طبعا اتحرمنا منه، بقينا زينا زي الغرب. مظبوط. اعتقد قصه ان احنا نروج سياحيا، احنا ما روجناش قد ما المنتخبات نفسها روجت لينا من خلال الفيديوز المضحكه اللي هم عملوها، زي منتخب المانيا وهم بيحلقوا شعرهم لبعض، وحاجات كلها كوميديه جدا عملوها جوه الاوتيلات. الصور اللي اتصوروها اليابان وهم عاملين الجوله بتاعتهم في الهرم، كل دي هم عملوها وصوروا نفسهم وبعتوا الصور وحطوها على السوشيال ميديا. فده بالنسبه لنا ترويج كبير جدا، هم اللي عملوه كمان مش احنا. يعني احنا اتضرينا ان احنا ما كانش في ناس يعني مرافقين للمنتخبات او ناس تيجي معاهم او جماهير ليهم يجوا. اتضرينا من التفصيله دي، ولكن يعني الحمد لله ربنا كرمنا. بالظبط بالظبط، لان هم مرتاحين. يعني النجاح الاداري، خلينا نتكلم، هو كان في اول البطوله والتنظيم. احنا تخطينا بقى المرحله دي الحمد لله، المنتخبات بدات ترتاح نفسيا، واحنا بدانا نطمن على شكل البطوله وان الدنيا تمام. بدانا بقى نخش في التفصيله الثانيه بقى، المنتخبات بدات تطلع اللي عندها، مفاجات بدات تحصل طبعا. تطور اداء رهيب لبعض المنتخبات اللي ما كانتش في الحسبان اصلا. فده معناه ان اللعيبه ارتاحت وبدات تركز في البطوله نفسها، بدات تخش جوه الاجواء يعني.